نظرية التطور بتعتمد على ان القرود والانسان الاتنين جايين من ايه؟ من اصل مشترك، من سلف مشترك. عشان كده جملة الانسان اصله قرد مش جملة دقيقة، هما بيقولوا الانسان اصله سلف القرد، يعني الجد الكبير العجوز القديم ده. فهل الكلام ده صح؟ قال لك صح. قال له لما شفنا جينات الانسان وجينات الشمبانزي على سبيل المثال لقيناهم متماثلين بنسبة 98%. فايه رأيكم في هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب، فيديو جديد. صحيح ان الدراسة دي اتعملت، لكن هي دراسة غير دقيقة، و98% ده رقم غير صحيح. ليه؟ اولا الدراسة اتعملت في الثمانينات واكتشفنا الخريطة الكاملة لجينوم الانسان سنة 2001، واكتشفنا الخريطة الكاملة لجينوم الشمبانزي 2005. ازاي تعملوا دراسة في الثمانينات وخريطة الجينات اصلا ما اكتملتش الا في 2005 بتاعت الانسان والشمبانزي؟ قالوا لا، ما احنا عملنا الدراسة بناء على اللي اكتشفناه. اكتشفته كام؟ قال لك حوالي 1,000,000 قاعدة من خريطة جينوم الانسان ومليون قاعدة من خريطة جينوم الشمبانزي. انت عارف مليون دي رقم قليل ليه؟ لان الخريطة بتاعت الانسان 3 مليار، والخريطة بتاعت الشمبانزي تقريبا 3 مليار. الخريطة بتاعت الجينوم بتاع الشمبانزي والإنسان حوالي 3 مليار قاعدة. حضرتك عملت لي دراسة على 1,000,000 من 3 مليار، يعني حوالي نسبة أقل من 1%. قول يا عم 1%، فأنت عملت دراسة على 1% من الخريطة الكاملة للجينوم سواء للإنسان أو الشمبانزي. بص بقى الأعجب، انت كمان عملت وانت بتعمل على الواحد في المليون دول، انت ما عملتش عليهم كلهم، انت عملت على حاجة اسمها القواعد الغنية بالجينات. اما قواعد متوسطة الجينات وقواعد فقيرة الجينات ما عملتش عليها دراسة. فبتمثل ايه القواعد الغنية بالجينات؟ 1% من المليون قاعدة، اللي هي اصلا 1%. فانت عملت دراستك على 1% من 1% من الخريطة الكاملة للجينوم البشري او بتاع الشمبانزي، فطبعا النتائج غير صحيحة. طب لما عملنا بقى النتائج الحديثة كان نسبة التشابه 72%. انسوا بقى، لسه ناس بتصدق ان التشابه بنسبة 98%، يقولك ده دليل ان الاتنين موجودين او يعني تطوروا من اصل مشترك. لا، الكلام ده غلط. 72%. تقول لي طب ما 72% نسبة كويسة، نسبة كبيرة برضه تقول ان فيه تطور من اصل مشترك. اقول لك لا، لان الجين الدي ان ايه بيصف التركيب التشريحي الداخلي والخارجي، وبالتالي ما دام القرد والانسان من الثدييات بياكلوا بطريقة واحدة، بيتنفسوا بطريقة واحدة، بيتكاثروا بطريقة متقاربة، يبقى لا شك ان لازم يكون في تشابه في الجينات بشكل كبير. انما اسطورة 98% لسه ناس كتيرة مصدقة خطأ، هي 72%، وده شيء معتاد لان هم في ان صح التعبير في جنس الثدييات مع بعض، فيبقى في تشابه لكن مش بالنسبة الكبيرة اللي بيقولوا عليها. وحتى لو ثبت ذلك طبعا لا يدل على ان ده في اصل مشترك بينهم، انما ده يدل ان الخالق واحد سبحانه وتعالى. لكن ده رد سريع على هذه الشبهة اللي كثير من الملحدين بيرددوها بدون علم. دعم الفيديو بشير ولايك وكومنت، شرف القناة، اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.